كارمن، يعني اكيد مامتك بتكلمك عن الجواز طول النهار. لا لا يعني ما فيش بنت ما بيكلموهاش عن الجواز، يقولها لازم تتجوزي. ده واضح ان هي اللي بتكلمها. انا خايفه. لا خالص، بس يعني الموضوع لسه يعني شويه، لاني مش مستعده بصراحه يعني اتجوز وانا مش لسه مستعده للمشهد ده. لا 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 تماما، يعني انا شايفه انه ده واجب يعني على اي ام يعني، بس انا اقصد ان انا دلوقتي بدرس، فيعني عايزه بس اخلص دراستي الاول وبعد كده كل حاجه تحصل، ما عنديش مشاكل.